الأخ العتاني اليوم يتكلم عن مستند رقم 9. كلنا ندري العبث اللي يسويه الأخ طلال الفهد بالجمعيات العمومية، لكن يوم يتكون محاضر سويته تحفظتوا عنها ويتون بقانون 34/2016. هل هذا هو الحل اللي بيرد رياضتنا؟ حليتوا الاتحادات على شبهات مالية ولم يحولوا المعنيين للنيابة، ونحن أقسمنا أمام الله بأن نحافظ على أموال الدولة، وهذا راح يفتح باب للمساءلة السياسية. يقول أخ العتساني أن قانون 26/2012 دمر الرياضة، وهذا مرسوم أميري، ونحن نطلب إيضاح، هل المرسوم الأميري هو من دمر الرياضة الكويتية؟